شنو هالاصوات المزعجه؟ حتى ما قاعد اقدر انام. معقول ايرانيا لحد الان بالليل قاعد تعزف على هالالات الموسيقيه؟ مستحيل اسكت اني، انا اريد انام. هيا هي انت رانيا، يلا كافي كافي. ايش تشتري مني؟ انا ضايجه وقاعد العب، اكيد تظهر مني. يلا روح ابتعد. شنو؟ هي اسمعيني، اصلا انت مو بعدك ساكنه بهذا البيت، انا هم ساكنه بهذا البيت، ولازم تعرفين هسه وقت النوم. انت ما يصير تدقين بطبول، ما ادري ايش تسوين، ما يصير هذا تسوين. كافي كافي تدوخني، بس يلا صلي خليني اكمل لعبي. هذا الصوت كلش عالي، حتى ما قاعد اقدر انام. واني شو اسوي اني؟ والله البنت كلش مزعجه. بس صحي تذكرت اني عندي هذا البوشن، هذا بس اشربه راح انام، حتى ما راح احس بهاي الاصوات المزعجه. يا هاي كلش مزعجه. يلا اوكي خل اخذ، اوكي هسه خل اخذ هذا البوشن مالتي واقعد اشرب. يوا بس انا بديت انعس، حتى الاصوات ما قاعد تاثر بي. يلا يا جيجي هسه اجى وقت النوم ولازم تنام نومه طويله. يلا خل انام. يلا سوي خل نضرب على هذه الطبول. بس شنو من جيجي؟ معقول يكون نوم وكل هذا الصوت العالي وما قاعد يقعد؟ وانا اريد اضوجه حتى اصلا ما اخليه ينام، لان هو دائما يضوجني وكلش مزعج. وبس يلا اصلا انه هذه الطبول بعد ما تفيدني، احسن شي نروح لغرفتي وما اكمل لعبي. يلا خل اروح. صار الصبح، يلا ساني خليك اقعد. بس شنو؟ معقوله بس انا قاعده وحدي؟ يلا خل روح اشوف جيجي. وجيجي غرفه الباب مسدود، اكيد بعد نايم. بس انا لك جيجي انا عارف شو راح اسوي. اي طبعا انا لازم ازعجه نفس ما هو يضوجني. يلا خل اضرب على هذه الطبول. بس شنو؟ وكل هذا الصوت الحالي وما قاعد يقعد؟ ولا لا احسن حل انه نروح بنفسي وقعده. يلا افتحي يا باب. وهذا بعد اللي حد السنايم. هي جيجي يلا قعد قعد على السريع. يلا اقعد. وشنو حتى ما قاعد يقعد؟ اقعد جيجي. جيجي انا كلش حزينه، انا راح ابقى وحدي. لا بس ولو انت كنت دائما تضوجني. بس يلا اوكي يا اخوي صراحة اروح، حتى جبت لك هذا الضوء لنعرف انت تخاف من المكانات المظلمه. بس يلا استنى لازم اطلع. باي باي جيجي باي باي. يلا استنى خل اطلع، حتى لازم اسد هذا الباب، حتى لازم اقفله. شوفوا اسمعوني يا ناس، بس كلكم هنا موجودين وخلص كل شيء، ولازم ترجعوا لبيوتكم. يلا رانيا احنا متحضرين وراح نروح. طبعا هسه خل اقفل الباب. باي باي جيجي باي باي. يا ساني بديت اقعد، والله اني نمت كل شوية. يلا اقعد يا جيجي. شنو؟ انا وين باي مكان؟ معقول انا قاعد احلم؟ هيا جيجي اقعد اقعد. شنو؟ حقيقة مو نوم، هذا حتى مو حلم. هيا ناس انتوا اللي جبتوني بهذا المكان، هيا نرد اخرج. والله كل ياكل عظمي ومرحبه. لا 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 لازم اهرب على السريع. يلا افتح يا باب. هاي من قافل الباب؟ لا 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 اي والله انا اخاف حتى من هاي الشغلات، حتى بالحلم اخاف، هاي صارت بالحقيقه. لا لا يا جيجي انت لازم تهرب منا. هيا ناس ساعدوني، يا ناس ساعدوني. انا من جابني بهذا المكان؟ معقوله تكون ايرانيه؟ يعني متأكد يا أختي كل الشريرة، وأنا متأكد هي تتخلص مني. بس لا لا أنا لازم أحاول أعثر على شيء. شنو؟ يا أنت عندك شيء يفيدني؟ أنا أريد بيكوكس. والله أنت كلش مرعب، وأنت مرعب، ولا لا لا مستحيل، لازم أحاول أكسر الباب. يلا أوكي خل أكسرها. يلا يا جيجي أكسر أكسر. والله الباب ما قاعد تنكسر، ما عرفان ايش راح اسوي. لازم اظل اصيح الناس يساعدوني. هيا ناس ساعدوني، يا ناس ساعدوني. يس انا رجعت البيت، بس ولو اني كل الضاجه لان راح ابقى وحدي وممكن اي احد العب وياه. بس انا كنت دائما اخبث على جيجي. بس هو انا على من راح اخبث وما اعرف حتى ايش راح اسوي. بس يلا اوكي ابو اصلا احسن جيجي راح، اني اصلا خلصت منه. كان كلش مزعج وكل شيء يضوجني. بس يلا استني كافي حزن، بس لازم اروح واكمل هنا لعب مولتي. يلا اوكي خلي قاعده بهذا المكان وبعد اطبل بهذه الطبول. واو.
وساني كلش تعبت، صارلش قد قاعد اصيح بس ما حد ما قاعد يسمعني. هيا ناس ساعدوني، ارجوكم ساعدوني. ابقوا اكلوا اكلوا، انا اكل كل شوي، يلا اكلوا. من قاعد اسمع يا مرة، خلا خلا ارجو تساعديني. من هنا شنو انت شلون جيت هنا؟ يلا كي ابني خل افتح لك الباب، بس ليش هنا محبوس؟ يا مزين اني شفتك، ارجو تساعديني على السريع، انا لازم اخرج من هذا المكان. اي طبعا طبعا، يلا كساني كسرت الباب، يلا تعال ابني تعال. بس ابني انت شلون قدرت توصل هذا المكان؟ هذا المكان هنا بس الاموات، انت شلون هنا اجيت؟ انا ما اعرف، انا قعدت من النوم ولقيت نفسي بهذا المكان. شنو ما معقوله انت من عالم الاموات؟ لا لا خلي اهرب خلي اهرب. شنو؟ لا لا انا مو من عالم الاموات. وايش بيها ليش جربت؟ حتى ما اعرف ليش خافت مني، بس يلا اوكي هسه مزين اني قدرت اطلع منه. بس اني اللي جاراني، اني متاكد اللي جابتني هنا، لازم اروح وانتقم منها. يلا خلي استعجل، يلا خلي اركض. يلا ساني خلي استعجل، هساني تقربت للبيت، بس انا مستحيل اسكت على شريره رانيه، انا لازم اشوفها وانتقم منها، انا مستحيل اسكت. يلا يا جيجي، بس قبل كل شيء لازم اعرف هي راني ايش قاعد تسوي، حتى اريد اشوف هي حزينه علي او لا، انا ما اعرف ايش صاير هنا. يس انا لعبت وتونست. وبصحيح انا بقيت وحدي وجيجي راح، بس يلا احسن، اصلا جيجي كان دائما يضوجني ودائما يخليني اصير حزينه. بس يلا اوكي هسه ما علي شيء وفرحانه. يلا اوكي هسه ايش راح اسوي؟ صحيح هذا الدايموند مال جيجي، احسن شيء انه اخذ هذا الدايموند واشتري بيه العاب كل شويه. يلا خل استعجل. شنو؟ لا 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 مستحيل، معقوله رانيه هي تعرف انه اني تتوقع انه اني متت وتخلصت مني، حتى راح تاخذ الدايموند مالتي وراح تشتري العاب. سوني لك يا شريرة، أنا مستحيل أسكت عليك، وأنا أعرف شلون راح أنتقم منك، بس شو راح تسوي يا جيجي؟ أنت لازم تفكر، لازم تعرف تفكر بخطة حتى أنتقم من هاي الشريرة. بس شو أسوي شو أسوي أني؟ يلا يا جيجي فكر فكر. بس ها جتي فكرة ببالي. أنا أعرف شو راح أسوي، أنا راح أبين الرانية إن أنا بعدني أنا ما رجعت للحياة، بس أنا أعرف شو راح أنتقم منها، راح أعيشها برعب. طبعاً أنا راح أقعد أسوي أصوات بالبيت وأسوي شغلات كلش مرعبة حتى أخلي رانية ما تعرف تنام بالليل. يسونش قد اشترى الشغلات كله بهذا الدايموند مال جيجي المزعج، كان قبل اطلب منه ويقول لي ما عندي دايموند، بس انا قدرت قد اشتري. اشتريت السيك ولحم ودجاج، مو بس هاي حتى اشتريت كل الالعاب الموجوده. يلا هسه لازم اروح البيت والعب واتونس، بس كل هاي بقى عندي دايموند وما اعرف ايش راح اسوي بيه، بس يلا كيس انا خليني ادخل البيت وبعد افكر. يلا خل اروح. صار الليل بس حتى هوني كلش ضايج، من هاي رانيا المزعجة طلعت كلش فرحانة يلا تخلصت مني. بس مستحيل اسكت عليها، انا جتي فكرة ببالي بس حضرت هاي العصا وانا اعرف شو راح اسوي. يا هذا كرتوني سبونج بوب سكوير اي. والله هاي كلش فرحانة حتى بتمنقرت علي. انا لجاراني يا شريرة، انا اعرف شو راح اسوي، حكيت اضرب على الزجاج هذا. يلا اوكي يلا يا جيجي يلا ضرب هنا. شنو من هنا؟ شو الصوت؟ معقول يكون احد دق الباب؟ ما اعرف، بس ولا واني قاعد اشوف ممكن اي احد. ولا واني كلش خايفه، وبس معقول انا قاعد اهيئ لي هذا الشيء؟ اصلا ماكو اي شيء. يلا خلي قاعد بكمل كرتوني، يلا خلي اتفرج. يس يا خافت هاي الشريره سمعت هاي الاصوات، بس انا اعرف شو راح اسوي بعد، خلي اروح بعد على غير شباك. يلا استعجل يا جيجي. اوكي وين وين؟ يلا اوكي خليك حدينا انا اضرب. يلا يا جيجي. هاي شنو؟ ايش قاعد يصير؟ من هنا؟ ماكو يا حد. وزين ايش راح اسوي؟ شبح هنا. شنو شبح؟ معقوله انت تكون شبح جيجي؟ ولا لا مستحيل. يلا خلنا هروب. واو
نجحت الخطة مالتي، خليت هاي الشريرة كلش تخاف، بس أنا بعد مستحيل أسكت، وبس هسه لازم أصعد لغرفتي على السريع وأنا أعرف شو راح أسوي. يا وصلني خلنا نركض، أنا كلش خايفة، معقولة هذا الشبح يكون جيجي، وأنا حتى سمعت نفس الصوت، بس ما أعرف شو راح أسوي، أحسن شي نختبئ بالغرفة مارتي وسط الباب، بس ها صح ارميس راسكوت، لو سمحت شو هذا الشبح، شوف اسمعني شبح جيجي، إذا أنت جاي تنتقم مني، لأن أنا صرفت الدايموند، بس أصلاً ترحت، أنت شو تسوي بالدايموند؟ على الأقل أنا استفدت منه واشترت بي أكل، ها بس لا أنا كلش خايفة، أحس إني نغطي راسي وأنام، يلا خلينا ننام. يس أنا قدرت أدخل للبيت، أنا إلك يا شريرة، إجا وقت الإنتقام، بس أنا أعرف شلون راح أنتقم منها. اللي خلي حياتها كلها تصير مرعبة، مثل ما هي فرحانة لأن تخلصت مني، بس هسه شو راح أسوي؟ بس هي بغرفتها وسادة الباب، وأنا متأكد هي كلش خايفة. يلا يا جيجي استعجل استعجل، بس لازم تدخل للغرفة مالتك، بس إيش راح تسوي؟ أنا عرفت إيش راح أسوي، راح أقعد أسد وأفتح بهاي الباب، يلا يا باب يلا فتحي. يلا أوكي خلنا نفتح بعد الباب. شنو؟ من قاعد يجي هذا الصوت؟ معقولة شبح؟ ولا لا الشبح ما يقدر يسد ويفتح بالباب؟ معقول يكون حرامي؟ هي شوف اسمعني يا حرامي، اذا انت هنا انا راح اتخلص منك. ايه ها وبس ماكو اي شيء، صحيح احتمال يكون اكو هو عالي، ولي هذا الباب قاعد ينسد وينفتح، واش بي انا اخاف، احسن شي نروح لغرفتي، يلا خلنا رجعنا. يا سراني راحت، توقعت انه هذا حرامي. بس انا اعرف يا رانيا، بس ها صحيح ايش قالت؟ قالت هاي من قاعد يفتح ويسد بالباب، جتني فكرة ببالي. يلا يا جيجي حضر القلم، لازم اكتب هنا، اوكي شنو راح اكتب؟ اوكي اكتب باي لون، اوكي اكتب باللون الاسود، لا وهذا لا خطأ، يلا يا جيجي اكتب، اوكي راح اكتب اني، اوكي هسه صحيح، اوكي هاي اني، بس هنا شو راح اكتب؟ اوكي راح اكتب اني جيجي. يلا اوكي خل اسوي بعد هذا، راح اكتب يلا جي، اوكي صحيح، وهنا جي اي صحيح. يلا اوكي دون، بس لازم ارجع من جديد، لازم افتح واسد بالباب، يلا فتح يا باب. يلا خلينا ننتظر، ولي يكون اكو عالي اليوم، ما اعرف ايش قاعد يصير. شنو اني جي جي؟ لا 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 اكيد انا قاعد احلم، لا لا خلص الباب مقفله، يلا اقفلي يا باب اقفلي. يوفو رانيا قرات الكتابه مالتي. هاي قاعد تتوقع انه هذا شبح قاعد يكتب لها، يس انا عرفت شلون انتقم منها، احسن حل هسه اني سد الباب ورا ارجع انام بمكاني. وصلني كلش خايفة، حتى ما اعرف شو راح اسوي، حتى انا قرأت انه مكتوب اني جيجي، يلا روني معقولة قاعد تحلمين؟ وهذا حقيقة حتى مو حلم، حتى انا قرأت مكتوب اني جيجي، بس معقولة يكون جيجي تحول لا شبح ورجع للبيت، ولا لا احسن شيء انه نبقى بهذا المكان حتى ما راح اطلع من غرفتي، يلا خلينا نام. ساني خل اقعد، هسه صار الصبح يا جيجي، بس واني كلش فرحان، يروني حتى ما قاعد تلعب، انا متاكد هسه يا خايفه. طبعا يا البرحة خوفته، راح اسوي بيه مثل ما سوت بيه، يلا فتح يا باب، اوكي كل زين، بس ما اعرف اذا روني قاعده او نايمه، يلا خل اتقرب واسمع. ساني كلش جوعانه، حتى خاف انزل، خاف يطلع لي هذا الشبح. لا احسن شيء انه ابقى هنا حتى ما اتحرك. روني راح تبقى بالغرفه، بس هسه انا ايش راح اسوي؟ دير بالك انت تخرجين، انا بعدي موجود بالبيت. لا يعني حتى الشبح بالنار؟ لا مستحيل، ايش قاعد يصير؟ يفو روني خليته تسمعني، تتوقع انه اني شبح. يلا خل انزل على السريع، بس هسه انا ايش راح اسوي؟ انا حتى كلش جوعان، خليني اشوف شنو موجود بالثلاجه، واش قد انا اكو اكل، هاي راني الشريره اخذت مالتي الدايموند واشترت بي هذا الاكل، بس ايش راح اسوي اني؟
جتي فكرة ببالي. أنا أعرف شو راح أسوي، أعرف أن أكو أكل قديم. أوكي خلي أشوفه وينه. يا ده موجود. يلا خلي أخذ كل هذا الأكل القديم وراح أخليه بالثلاجة. حتى من تنزل راح تشوفه. والله يا راني يلا خليك تعيشين حياة الرعب. يسا كل الزين. بس لازم أنا أطلع من البيت. بس ايش راح اسوي اليوم؟ يا جيجي انت لازم تفكر، انت اليوم ايش راح تسوي؟ لازم اخلي راني تخاف بعد اكثر. بس ها؟ جتي فكرة ببالي انه اني راح اغير شكلي وراح اسوي نفسي يشبه الزومبي. والله الفكرة عبقرية، لازم اروح اسرع اشتري اصباغ واجي. يلا خلي اركض. وصلني كلش خايفة، حتى خاف اطلع من هذا المكان. وبس هاي شنو بطني؟ انا كلش قاعد توجعني، انا كلش جوعانة. بس معقول انا راح ابقى؟ لا هالمرة احاول. اوكي خلي افتح الباب، انا لازم اروح اكل. صحيح انا ماكو اي شيء. يلا خلي اركض خلي اركض، وبعد انزل وافتح الثلاجة اكيد راح اثر على اكل، وبعد ارجع لغرفتي هم راح ارجع اسد الباب. بس شنو؟ لا 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 لا، هذا هنا لحم زومبي. بس شو هذا اللحم الزومبي؟ هاي منو خلانا؟ معقول يكون هذا الشبح جيجي؟ واني حتى هذا ما اريده، احسن شيء انه هرب وارجع لغرفتي. يلا خلي اركض. يس انا رجعت من الاسباق، هسه انا قدرت اشتري هذا اللون الاخضر، حتى راح اسوي نفسي كلش اشبه الزومبي. انا قلت يا رانية انا لازم انتقم منك بعد اكثر، الا اخليها تخاف طول حياتها حتى بعد ما تخرج من البيت، حتى بعد ابد ما تزعجني. يلا هسه انا وصلت للبيت، يلا انفتح يا باب. بس ما اعرف هي نزلت او لا. اي ماكو اي احد. شنو هاي ناس للشريرة وبعثر على هذا الأكل المعفن. كل الزين أنا مزين أخذت كل الأكل وضميته عندي. بس إيش راح تسوي يا جيجي؟ أوكي احتمال راح تطلع هي من جديد. بس أوكي راح أسوي أصبات هنا. أنا شبح جيجي وأني رجعت للبيت. شبح جيجي لا أرجوك لا تسوي لي شيء أرجوك. والله راني الضحك انزين. هسه بعد ما راح تخرج لحد ما اصبغ نفسي واحول نفسي الى زومبي. يلا فتح يا باب. هسه انا جيت هنا. اوكي هسه لازم اصبغ نفسي حتى تحول الى زومبي. اي بس انا كسرت المرايه والله شو راح اشوف. يلا خل ارجعها من جديد ولازم اقعد اصبغ نفسي. يلا خل اصبغ. يس انا كملت الصبغ. بس واو شلون صرت اوني؟ صرت حتى اشبه الزومبي. واو والله الفكره عبقريه يا جيجي. بس انت ايش راح تسوي هسه؟ والله يمكن روني اذا شافتني راح تهرب على السريع، ويمكن راح تروح الى العالم الثاني. بس لا لا انا عندي فكره ببالي، انا راح اقفل كل البيبان حتى روني ما تقدر تهرب. عندي هاي الاقفال. يلا يا جيجي اقفل هاي اول باب. كل زين هسه خل نروح على الباب الثاني هم اقفله. واو يا رانية مستحيل انت تقدرين تهربين. بس شو راح اسوي يا شريره؟ هاي من انا قاعد تباع سبونج بوب. لا 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 هاي ما صدقت تخلص مني حتى كلش فرحت. بس انا قلت يا رانية يلا اوكي ساني خل اصعد وانا اعرف شو راح اسوي. اوكي خل اصعد هنا وراح اقعد ادق بالطبول هاي اللي ازعجها كلش. ياني شبح وجا الوقت اني ادق بهاي الطبول. هسه ما اعرف شو راح اسوي انا. شنو هذا صوت طبول؟ بس من قاعد يطبل بهذا الطبول؟ معقول يكون وما اعرف والحرم مستحيل يجي يستخدمهم، احتمال يكون اصدقائي. وبعد ما اعرف احس شنو اطلع واستكشف بنفسي. يلا خل اطلع. يا رانية فتحت الباب. رانية تعالي يمي. منو انت؟ تعرفين منو اني؟ شوفيني اني زومبي. لا مستحيل يلا خليها هرب. مستحيل تهربين، اني خلي انزل برات. شوف اسمعني انت زومبي. جيجي تحول الى زومبي. لا تسوي لي اي شيء ارجوك لا تسوي لي اي شيء. شوف انت مستحيل تقدرين تهربين، انت الحبستي بهذا البيت. ساعدوني. هربت وراحت للغرفه مالته. يلا هسه اني خل اصعد.
يس ايش راح اسوي؟ والله نجحت الخطة الثانية. حتتوقع انوني استكسرت زومبي. يلا بس خلي ادخل لغرفتي. بس ايش راح اسوي اني؟ اوكي هسه لازم اوخر كل هذا الصبغ حتى ارجع جيجي. يلا خل امسح هذا الصبغ. يلا خل امسح. يس انا مسحت الاصبغ حتى اني رجعت جيجي. يلا خل اركض على السريع. هسه انا ايش راح اسوي؟ والله جتي فكرة عبقرية ببالي. اذا سويتها راح اعيش حياتي كلها اني سعيد. انا اعرف ايش راح اطلب من رانيا. يس انا تقربت. يسمعيني انتي يا رانيا، اذا تريديني اخرج من هذا البيت اكو شروط ولازم تنفذين هاي الشروط. منو انتي؟ انا كلش اخاف. انا شبح ما جيجي. لازم تعرفين اكو شروط لازم تنفذيها. بالبداية لازم تنظفين دائما غرفة جيجي. شوف اسمعني، انا راح اسمع كل كلامك بس ارجوك ابتعد عني. ارجوك روح. مو بس هذا لازم تعرفين، قبل ما اروح منا لازم جيجي دائما ما تزعجي، وبس هذا لازم ترجعي له الدايمود اللي اخذتي منه. طبعا طبعا انا كل شيء راح اسوي بس ارجوك روح ابتعد. انا ما راح ابتعد، اجى الوقت انه اني اكلك. هي رانيا يلا اقعدي. هي انا جيجي. منو؟ شنو؟ جيجي رجع للحياة؟ لا مستحيل. اي والله راني بقعد اتصدق. هي اقعدي. اني جيجي. وايش راح اسوي له؟ يمكن فقدت الوعي. هي اقعدي. شنو ايش قاعد يصير هنا؟ جيجي ارجوك تاخذني وياك. ارجوك لا تسوي اي شيء. اي شنو اخذي وياك؟ اصلا انا ما رحت انا غير عالم. انا اصلا بعدني هنا، بس انت شلون توديني لهذا المكان وتحبسيني بي؟ بس انا اصلا بعدني عايش. شنو بعدك عايش؟ اي طبعا. شلون يصير هذا الشيء؟ لا جيجي مستحيل. ها انت جيجي؟ بس منو سوى كل هذا الزومبي؟ من جا هذا الشبح؟ شو كل هذا صار؟ يبا اسمعيني، هذا الشبح مال جيجي هو اللي جهنا وسوى هذا الشيء. بعدك منو؟ وان دخلت حتى ما قاعد افتهم اي شيء. هي اسمعيني، يلا تعالي على السريع. انت وعدتي للشبح انه راح تنفذين كل هاي الشغلات، وعدتي انه بعد ما تزعجين جيجي، يعني بعد ما تزعجيني حتى دام تنظفين الغرفه مالتي ودي راح ترجعي لي الدايموند. معقولة كل هذا اللي صار؟ انت اللي سويتي؟ انا مستحيل اسكت لك. لا مستحيل، والله رانيا تضحك. يلا تعال يا مزعج اتخلص منك. ولينا حبايبي وصلنا نهاية الفيديو. اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة. نلتقي فيديو جديد. مع السلامة.